حوار التاسعة مع زيد عبد الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حوار التاسعة. بين الأسباب الأمنية والسياسية والاقتصادية قتلت الكهرباء العراقية العراقيين وتفرق دمها بين الأحزاب. قتلت الكهرباء وتفرق دمها بين الأحزاب. أما الحكومات فكلما دخلت حكومة لعنت أختها، والشعب بلا طاقة، لا طاقة كهربائية ولا طاقة تحمل. عن الكهرباء العراقية الله يرحمها سنتحدث. خلال اجتماع طار عقده مع المحافظين والوزراء والمسؤولين من أعضاء خلية الأزمة المختصة بمعالجة أوضاع الطاقة الكهربائية، قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شرحا لأبعاد الأزمة وجذورها المرتبطة بسنوات من الإهمال والسياسات الخاطئة والحلول الترقيعية التي يدفع المواطن اليوم ثمنها من نقص في ساعات التجهيز وتذبذب في الخدمة، مؤكدا أن هناك من وضع العراق في زاوية حرجة أمام استحقاقات شعبه. ولا جديد في حديث رئيس الوزراء عن كون الأزمة سياسية، بل هذا ما يتحدث به المواطن البسيط، لكن الجديد في الأزمة الحالية مركبة، فهناك إهمال وتقصير متعمد فاقم الأزمة، وهناك حرب على الأمن الوطني العراقي باستهداف أبراج نقل الطاقة الرئيسة، وهناك تجاوز على منظومة التجهيز بحماية جهات مسلحة، وغيرها من المشكلات التي تثير جملة من الأسئلة. لماذا لم يتم تأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية قبل استهدافها باعتبارها قضية أمن وطني؟ من يقف وراء منع اكتفاء العراق ذاتيا من الطاقة الكهربائية إذا كان الموضوع سياسي كما يدعي رئيس الوزراء ويفهم ذلك المواطن؟ هل ستتكرر أزمة الكهرباء مرة أخرى خلال هذا الصيف وكذلك الأعوام المقبلة؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيوفنا بعد قليل في حلقة اليوم من حوار التاسعة. لم تأخذ احتياطات الكهرباء تربط ربط مع دول الجوار. الدولة الوحيدة بالمنطقة اللي ما عندها ربط هو العراق، وعندنا ربط فقط مع الجارة إيران. كأي مواطن بسيط يتساءل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن سبب الاعتماد التام على إيران فقط للحصول على الطاقة، وكأي رئيس وزراء قبله يؤكد أن الأزمة تراكمية وأن حكومته لا تتحمل مسؤولية انهيار الطاقة. على الرغم من كون أساس المشكلة الكهربائية يتمثل ببناء منظومة كهربائية تعتمد الغاز في بلد يهدره ويحرقه ويستورده، فإن الإجراءات التي طالت مسؤولين في وزارة الكهرباء تؤكد أن تفاقم الأزمة له أسباب أخرى. إذ أصدر الكاظمي أمراً بإقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط مع توجيه عقوبة التوبيخ له، موضحاً أن العقوبات صدرت بحقه نتيجة إهماله في أداء أعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة 400 كيفي وحدوث إطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظات. كما أعلنت وزارة الكهرباء إصلاح العطل الذي أصاب خط نقل المسيب الرشيد جنوبي بغداد، والذي تسبب بانقطاع تام للكهرباء في العاصمة والمناطق القريبة منها. فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني أن الخطوط الرئيسية لنقل الطاقة الكهربائية تعرضت لهجمات إرهابية ممنهجة خلال الأيام العشرة الماضية، أسفرت عن تدمير 61 خطا رئيسا، ما أسهم في انعدام تجهيز الطاقة الكهربائية لعموم البلاد، فضلا عن حدوث حالات تجاوز على الشبكة الوطنية. وعلى ما يبدو فإن مشكلة الكهرباء لم تعد تقتصر على الأساس الخاطئ بالاعتماد على إيران، فالمستفيدون من انعدامها كثر والمستثمرون للأزمة أكثر، إلا أن الأكثر منهم جميعا هو الشعب الذي يضج لا حي إلا الله يعلم ما قد يفعل الغيظ فيه حين يشتعل.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بضيوفي هذه الحلقة من بغداد الأستاذ محمد العقيلي سياسي مستقل، ومن عمان الدكتور خالد الشمري خبير اقتصادي، ومن أمستردام الأستاذ أبو فراس الحمداني باحثا في الشأن السياسي. مرحبا بكم جميعا ضيوفا في هذه الحلقة. أستاذ محمد العقيلي، حضرتك من التكنوقراط لكونك مهندسا، الحديث في الأيام الماضية في آخر حلقة تناولت بها أزمة الكهرباء كان يدور حول أن الموضوع سياسي. اليوم مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء لما يقول لماذا فقط العراق مرتبط اقتصاديا وكهربائيا مع إيران، هل هذا يفسر حديث أن الأزمة سياسية وليست اقتصادية؟ شكرا جزيلا دكتور زيد على هذه الاستضافة. مرحبا، وتحياتي لك وإلى الضيوف الأكارم. ونحن تكنو سياسي وليس تكنوقراط. حياك الله. لأننا تكنولوجيا يعني ونربطها مع السياسة تكون تكنو سياسي. جيد. طبعا هذا تكنو سياسي، هذا تكنو سياسي يخلي عليك عبء أكثر في توضيح معنى أن الأزمة سياسية مقتصادية. أي. يعني بالتأكيد هي الأزمة والمشاكل مركبة في العراق، ومنها ملف الكهرباء أكثر تعقيدا، لأن الحلول لملف الكهرباء حقيقة لم تكن هناك إرادة لجعل الحلول هي موجودة على الطاولة كي تأخذ هذه الحلول محمل الجد ليتنعم المواطن على الأقل بالطاقة الكهربائية. أنا أعتقد دكتور زيد ملف الكهرباء فيه نقاط من المشكلات أساسية ومنها ثانوية. المشكلات الأساسية الأولى سياسيا إداريا ومن ثم فنيا. النقطة الأساسية السياسية هي في مشكلات سياسية وطنية محلية داخلية، وهي صراع الأحزاب، وهي تدخل الأحزاب، وعدم فسح المجال إلى من هم يعني أكفأ لحل المشكلة. ثانيا المشكلة السياسية الفرع منها الثاني هو إقليميا، بعض الدول المجاورة إلى العراق لا تريد للعراق أن يكون مكتفيا بالطاقة الكهربائية، ولا تريد للعراق أن يكون عاملا اقتصاديا قويا في المنطقة يعتمد على الطاقة الكهربائية وكذلك الزراعة وباقي المجالات. أما إداريا قطعا الفساد المستشري، التقصير والقصور داخل وزارة الكهرباء، المحاصصة الحزبية المقيتة لعبت دورا مهما وأساسيا في تراجع الطاقة. لكن أستاذ محمد هذا الكلام احنا كل سنة نعيده. الملف الثالث أستاذ محمد كل سنة نعيده، كل صيف احنا نتحدث بنفس الشغلة، يعني وين مكمن الخلل الذي يحول دون حلها؟ مكمن الخلل هو حقيقة عدم وجود إرادة وطنية لحل ملف الكهرباء، لأنه هذا الملف هو مقيد بحواكم يعني سياسية إقليمية من بعض الدول الإقليم للعراق، وداخليا سياسيا من بعض الأحزاب. القضية الثالثة المشكلة الفنية هي تكمن في الإنتاج والنقل والتوزيع. مبالغ العراق التي صرفت من جيب المواطن ومن موازنة الاتحادية للدولة العراقية يعني أنفقت على ملف الكهرباء، لو كان العراق ينفق على ملف الكهرباء لكان أفضل مما هو عليه الآن، لكن أنفقت الأموال، المواطن خسر أموال جيبه قوت عائلته على المولدات الأهلية، كذلك الحكومة صرفت من الموازنات ولم يكن هناك إنتاج. العراق حقيقة المشكلة الثانية عدم معرفة الاحتياج الحقيقي للعراق كي ينهض اقتصاديا، ينهض زراعيا، ينهض بالمجتمع، هو أن العراق يحتاج إلى 30 جيجاوات. الإنتاج الفعلي بدون الرتوش وبدون يعني بعض يعني مسؤولي وزارة الكهرباء يجملون الحالة بأن إنتاج العراق هو أكثر من 15 جيجاوات، لا، الإنتاج الفعلي الآن هو 13 جيجاوات، يعني الإنتاج أقل من نصف الاحتياج. بالتالي طيب. لو كانت هناك أريد أرجع نذهب باتجاه آسف جدا أريد أرجع للحواكم الاقتصادية اللي وصفتها جنابك بوصف أنها إقليمية وحزبية. أنا حتى بس يعني نقرب الصورة للمواطن أكثر ونكون معه صرحاء، يعني هل تقصد بأن يعني قضية الحواكم الاقتصادية الإقليمية والحزبية تخلي
ديمومة أحزاب بالسلطة وارتباطها بالخارج منوط بهذا الملف، وكأن العراق صار أسير هذه الأحزاب، وجودها في السلطة مبني على هذا الربط الإقليمي مع دول الجوار. بهذا المعنى هكذا هو تفسير الحواكم الاقتصادية، أو هذا تفسير مبالغ به؟ أصلا أكثر من هذا، بعض الأحزاب، بعضها وليس الكل، هي تتنفس من خلال ارتباطها بالمحركات الإقليمية الخارجية. وجودها في المسرح السياسي، وجودها على المسرح السياسي كلاعب سياسي، هو مرتبط ارتباطا وثيقا بما يجري من اصطفافات إقليمية. بالتالي ملف الكهرباء، بما أنه هي دول لا تريد للعراق الانتعاش الاقتصادي ولا تريد للعراق الاستقرار السياسي والاستقرار المجتمعي، وجدت من ملف الكهرباء هو الملف المهيئ الذي من الممكن أن يهدد ويبتز الحكومة ويبتز الشعب في آن واحد، بل يبتز الدولة العراقية اللي هي يعني جزء منها الحكومة. فبالتالي هذه الدول هي تعرف ماذا تريد من العراق، لكن العراق لا يعرف ماذا يريد للأسف. يفترض بالعراق أن تكون هناك علاقات طيبة مع دول الجوار على أساس المصالح المتبادلة. هذه الدول تعرف، أنا آسف، هذه الدول تعرف مصالحها جيدا، لكن الأحزاب السياسية والجماعات السياسية لا تريد إلا أن تبقى في السلطة. هذا التفسير الوحيد اللي ممكن أن يقدم. عفوا، أنا لا أتبناه بقدر ما أعتقد أنه يعني ربما ينسجم مع وصف الحالة العراقية. أنا من الناحية الاقتصادية، دكتور خالد شمري مرحبا بك مرة أخرى، قرأت رقمين لحجم الأموال المنفقة في على الطاقة الكهربائية في العراق. قرأت رقم 63 مليار دولار صرفت خلال 18 عام، وقرأت رقم 81 مليار أيضا هذه الأموال صرفت. يعني أيهما ترجح، أو عندك ربما مبلغ آخر أكثر أقل معرف؟ أنا أعطيك آخر إحصائية لعام 2019 و2020 و2021. خليني أركز على فقط الإنفاق الاستثماري وليس الإنفاق الإجمالي للقطاع الكهربائي. نعم. اللي هو أكثر من 81، فقط القطاع الاستثماري اللي المفروض أن تبني خلال 2019 و2020 والآن 2021 بأكثر من 7 مليار دولار. 7 مليار دولار أستطيع أن أغطي على الأقل 9 إلى 10 جيجا فقط لهذه السنوات الثلاث التي رصدت إلى ميزانيتها. أما ما رصدت من خلال، أنا عندي دراسة متكاملة، هي بحدود إلى 2021 بحدود 48 مليار دولار للإنفاق الاستثماري. خلينا نفرق بين الإنفاق الإجمالي الجاري، رواتب وأجور وغيرها، هذه نقطة أخرى، ولكن فقط للمنظومات التي يمكن أن تبني محطات كهربائية للنقل، للطاقة والنقل والتوزيع. هذه المشكلة الأساسية بالعراق، وتغطي، وأنا عملت دراسة تغطي هذه أكثر من 45 جيجا المفروض أن تغطي الحاجة الاستهلاكية للعراق. أنا عملتها إلى قبل كذا سنة، حوالي 5 سنوات، كانت بحدود 24 الاستهلاك العائلي وليس توسعات القطاع الصناعي. الآن مع توسعات القطاع الصناعي نحتاج إلى 36 جيجا، 36 ألف ميجا، أي تكون لدينا فائض. أنا الآن أتعجب أنه السيد مصطفى الكاظمي بعد الأزمة يعلن خلية، بعد هذه أزمة الكهرباء والطاقة اللي هي متراكمة من عام 2003 لحد الآن يعلن خلية أزمة. أخي، أنت أول ما جيت عندك مشكلة كهرباء، عندك مشكلة صحة، عندك مشكلة تعليم، عندك مشكلة طرق وجسور، وضع خطة، عندك ميزانية وضع خطة لها. أنت الآن بعد الأزمة، وهي أزمة متراكمة، تعمل خلية أزمة. المفروض أنت أول ما تأتي بهذه الوزارة تضع خطة لتغطية الحاجة الاستهلاكية للقطاع الكهربائي. أنت زرت أمريكا وزرت أوروبا، وممكن أخي العزيز بكل بساطة، نحن نستورد 4 مليار دولار، 2 مليار دولار كهرباء، و2 مليار دولار غاز ومنتجات نفطية من الجارة إيران. أنا بهذا المبلغ أبني عقود مع أمريكا، مع شركات عالمية، أن أبني الكهرباء وأسددها.
بدل ما استهلكها سنويا مجانا وتذهب علي كانه انا وديت غذاء واستهلكت مجانا، انا ابني محطات كهربائيه واسدد هذه الأربعة مليار كتسديد اقساط للقروض التي استخدمها من هذه الشركات العالميه. يعني انا لن اتحمل كلفة على المجتمع العراقي إطلاقا، لأنه هذه الكلفة أصلا هي استهلاكية ذهبت إلى استيراد الغاز والكهرباء والمنتجات النفطية. فإذا لدي القدرة أن أبني هذه المجمعات والمحطات الطاقة الكهربائية والمنتجات النفطية وغيرها، ولكن للأسف الشديد لن أجد لحد الآن من الوزارة الجديدة أي تخطيط حقيقي لبناء البنية التحتية، الكهرباء والطرق والجسور والتعليم والصحة، لم أجد منها. أنت شايف لك ميزانية 2021 بالإنفاق الاستثماري اللي موجود به أقل من ميزانية 2019. أنا فقط راح أنقول لك، عفوا أستاذ خالد، راح أنقول لك كلام وائل عبد اللطيف برلماني سابق ومحافظ أيضا أسبق للبصرة. الحكومة العراقية رفضت عرض من شركة أوروبية لبناء محطة كهربائية بكلفة 200 مليون دولار، بكلفة 200 مليون دولار تسدد على 3 سنوات، وقبلت يعني رفضت العقد الأوروبي 200 مليون وتسدد خلال 3 سنوات، وقبلت بالعقد الإيراني لشراء الغاز بمبلغ 900 مليون دولار في السنة الواحدة. أنت كخبير اقتصادي كيف تتعامل مع هذه الأرقام وتقييم هذا الكلام؟ لا، هذا لا يجوز. هو هاي النقطة الأساسية أخي العزيز. الآن حتى القروض العراقية، الآن القروض الدولية لا تزيد عن 1% الفوائد مالتها. أنا مستطيع أن أغطي العراق الآن لنبدأ من الآن. الآن السيد مصطفى الكاظمي ليوقع عقود مع شركات عالمية أوروبية وأمريكية ودولية وصينية وروسية وغيرها، ويعطي هذه الشركات الآن لبناء منظومة تغطي 20,000 ميجا بمقدار وأعيد وأكرر بمقدار ما نعطيه سنويا من استيراد الغاز والنفط، ولن يتكلف العراق بشيء إطلاقا. وخلال فترة سنتين إلى سنتين قادمة أنا أغطي الحاجة الاستهلاكية من الطاقة، ولن أستورد المولدات. الآن نصرف إحنا أكثر من 5 مليار دولار سنويا على المولدات الخاصة. المفروض هذه تكون عبارة عن رسوم من الطاقة الكهربائية العائلية التي تعطيها إلى الدولة وتوضع موارد إلى الدولة بالإضافة إلى النفط اللي ممكن تمول الموازنة. أنا هذه كلها تكون هدر علي. المشكلة الأساسية سيدي الفاضل أنه للأسف الشديد لا يوجد من عام 2003 لغاية الآن، وأقولها وركز عليها، لا يوجد انتماء حقيقي للعراق، لا يوجد انتماء وطني، لا توجد نزاهة. يعني أنت البعد عن النزاهة والبعد عن الانتماء الوطني. أنت المفروض تنظر إلى العراق، تنظر إلى هذا الطفل الآن، وتفضلت أنت في مقدمتك، هل يجوز أنه هذا الطفل لا يستطيع أن يذهب إلى المدرسة والحر قاتله والإنسان العراقي لا يستطيع أن يعيش؟ دكتور خالد، فقط ما علقت على الأرقام، لأنه أنا يعني افتتحت المقابلة وياك. 63 مليار أنفق على الكهرباء، أكو رقم 81، عندك رقم محدد من دراسة معتبرة؟ لا أنا ما أخذ، عفوا، أن الدراسة اللي عندي جمعت ميزانيات العراق من عام 2003. طبعا 2003 كانت ميزانية يعني خاصة قليلة، من ميزانية 2004 إلى 2021 مقدار ما أنفق بمقدار ما خصص فقط للإنفاق الاستثماري، أي فقط لمشاريع الاستثمار اللي نجيب بها محطات كهربائية، وليس إنفاق يعني رواتب وغير وزارة رواتب الكهرباء بشكل العام. وزارة الكهرباء بشكل العام 10 مليار دولار العام 2019. طيب. أنا أخذت فقط 3.3 مليار دولار، مقدار ما أنفق حوالي 48 مليار دولار. هذه من الموازنات، أنا أعطيك رقم موازنات. هذه الموازنات التي تعطي، وذكرت لك، تعطي أكثر من 55 جيجا المفروض تعطي إلى العراق وتغطي الحاجة. طيب. الاستهلاك والتوسعات القادمة والقطاع الصناعي وأي توسعات في العراق للمستقبل. أستاذ أبو فراس، مرحبا بك مرة أخرى. يعني سمعت ردود الأفعال يعني السياسية تحديدا على قضية أزمة الكهرباء. الولايات المتحدة تقف خلف منع تطوير قطاع الكهرباء في العراق، رأيك بهذه المقولة؟
تحياتي لك ولضيفك الكريم. مرحبا. يعني لا شك ان هذه المقوله يعني تحمل الكثير من المصداقيه، يعني هو مو تصريحي انا، السفير الالماني في بغداد يصرح بالصوت والصوره، وما اعرف ليش ما اجى بالتقرير مالتكم، يقول انه امريكا منعت شركه سيمنز من دخول العراق وحل مشكله الكهرباء. وانا شخصيا تابعت تغريدات عديده لرئيس شركه سيمنز يقول فيها ان الكهرباء ليست طاقه وانما ثقافه وتقارب الشعوب، ونحن ندخل الى الجامعات والمعاهد والمدن والتكنولوجيا والبنى التحتيه، وبالتالي كان ممكن لشركه سيمنز ان تنقل العراق نقله كبيره. واعتقد انه عادل عبد المهدي بعد توقيع الاتفاق هذا، عندما يتحدث سفير المانيا، سفير يعني سفير معتمد وكلامه دبلوماسي زين، كيف المانيا وهي الحليفه الامريكيه وهي الصديقه الامريكيه وهي العضو بالناتو تمنع من دخول العراق وحل مشكله الكهرباء؟ كيف تتعاطى امريكا مثلا مع الدول الاخرى؟ امريكا وايران اكو تقاسم نفوذ بدون ادنى شك، وانا سبق ان تحدثت عليه كثيرا اخي، يعني الاخوه ربما مختصين واكاديميين، نتحدث من الجانب الاداري والسياسي. ازمه الكهرباء تعكس ازمه النظام السياسي بالعراق، غياب الدوله، عقيده الدوله، غياب الاستراتيجيه، غياب الرؤيه، غياب المسؤوليه. احنا ما نريد نجلد ذاتنا ونعيد نفس الكلام، بس هي هاي الحقيقه، لانه ما ممكن لاي تفسير منطقي او علمي ممكن ان نفسر الحاله بالعراق. حتى لو كان النظام فاسد هم يوفر المتطلبات الاساسيه لفساده حتى يبقى موجود. شيء خارج المنطق، خارج حدود المنطق. انت تتحدث عن بورصه عالميه وياي دكتور زيد عزيز. وياك عزيزه اسمعك. بورصه عالميه احنا ما نتحدث، يعني هي بورصه موجوده بالسوق، الالف ميجا تساوي كانت بمليار، الان نزلت 750 800، وحالنا حال باقي الدول، نصب وتدريب وتجهيز، وبالتالي انت تحل مشكله الكهرباء وعندك اموال وتقدر تاخذ مثل ما سوت مصر 12000 جيجا ب 12 مليار، تقدر تاخذ بالاقساط على 5 سنوات، وفعلا الاموال اللي تدفعها لايران او تدفعها لاي دوله اخرى ممكن تحل المشكله. الكاظمي ايضا الرجل يخضع لضغوط ويتخبط، وهو زيارته الاخيره لامريكا وقع على عقد بمليار و250 وتحت الضغوط الامريكيه، تحت ضغوط تراب، شنو هذا العقد؟ 500 مليار جنرال موتور تسوي صيانه، ما احنا عندنا الاف المهندسين بوزاره الكهرباء ممكن ان تعمل صيانه للمنشات، شنو امريكان شو نسوي صيانه للمنشات القديمه؟ واسمعني حبيبي، 700 مليون دولار ربط العراق بالاردن. يعني اسالك بالله، الاردن اللي ياخذ من العراق 10000 برميل مدعوم، هل من المعقول والمنطق الاردني يوفر طاقه للكهرباء؟ طاقه هي طاقه، بالتالي طاقه، يعني هو مولداته لو تشتغل على الديزل او على الغاز وعلى... بعدين هل من المعقول والمنطق ان الاردن يصدر لنا طاقه؟ هل من المعقول انه مصر تتعاقد ويا سيمنز تحل مشكله الكهرباء وتصدر لنا، يعني ونسدد احنا اقساط سيمنز لمصر؟ هو هذا الحل؟ هسه على الاقل يعني لو اكو رؤيه استراتيجيه كانت تبطن السعوديه. السعوديه بلد نفطي وبلد حقيقه منتج كبير للكهرباء وبلد له حضوره بالمنطقه، وكان الفرصه افضل، لكن ضغوط ترامب، الضغوط الامريكيه، فبالتالي احنا غياب الرؤيه، غياب الدوله، غياب رجالات الدوله، غياب الروح الوطنيه، فعلا انا اتفق ويا ضيفنا الارض، غياب اي روح وطنيه. انت عندك غازويل وعندك مشتقات نفطيه، شنو تروح على الغاز وانت ما عندك غاز؟ شلون تنصب محطات على الغاز؟ هذا اللي وقع الشهرستاني والمستشارين مالته المفروض الان بالسجون. انت شلون توقع على محطات كهرباء بالغاز وانت ما عندك غاز؟ ايش قد طيب. ما عندك ضمير؟ تفسيرك استاذ ابو فراس الى يعني ازمه الطاقه في العراق ازمه امن وطني تهدد امن وسلم المجتمع، يعني قضيه امن بلد بالكامل، شلون تعاملت معها السلطه والاحزاب والفواعل السياسيين بشكل عام؟ شلون رقم تعاملهم مع الدكتور زيد؟ هم كلهم فقدوا الاراده. الان الاحزاب ترى هي دمى تتحرك من الخارج، سواء كان من امريكا او من دول الخليج او من ايران المهيمن الاكبر. كل الاحزاب هم فقدوا القدره تماما، ما عندهم اي قابليه او اي قدره على طرح مشروع ينهض بالعراق من جديد. هاي مشكله حقيقيه. الان فعلا انت لما تريد تبدا بنقطه شروع جديده تحتاج رجالات دوله، يعني للكاظمي وللمحيطين بهم رجالات دوله، وافرزتهم الساحات بحيث الناس تفوقوا وعندهم سيره ذاتيه معروفه ومشهود لها بالكفاءه والوطنيه والاخلاص، مين لو رجال يشتغلوا وياك العالم مكيه وسرقوا كل التراث العراقي، يعني هذا حقائق، ما بدنا نحكي احنا بشغلات سريه ومؤامره، هذا حقائق. هو وكاد عالم مكيه سرقوا الارشيف اليهودي والارشيف العراقي وطلعوه للعراق، ومؤسسه الذاكره الشفويه وانا متابعه وجزء من مشروع المعارضه كنت، يعني متابع حجم الفساد والاموال، وبالتالي من صحفي مغمور يجي يصير رئيس وزراء، شلون صار هذا؟ هذا خلل في بناء الدوله،
خلل في التراتبية الموجودة في الدولة، خلل في الأحزاب اللي تدعي الوطنية بالدولة، اللي سكتوا بعد ضربة المطار سكتوا وتحسوا رقابهم. الآن حتى نبدأ نقطة شروع جديدة عزيزي، حتى هذا الكلام ده يعاد والله ويكرر، نقطة الشروع الجديدة. أولا نحتاج إلى مشاركة مع دولة عظمى، دولة مثل الصين. أمريكا ما دقت طابوقها بالعراق، وأمريكا ما عندها قدرة تبني، لأن أمريكا الآن بالتصنيف الاقتصادي بلد متخلف جدا وما عنده قدرة يبني ناطح السحاب. واللي بنى دبي واللي بنى الخليج كلها بنتها شركات يعني جنوب شرق يعني آسيا. يعني تريد تروح على الصين أبو فراس؟ الصين قوة عالية. لا دقيقة، مو هذا سؤالي. أنا ما معترض على رحتك للصين. أنت نعم. تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية منعت سيمنز من العمل في العراق باعتراف السفير الألماني في بغداد؟ الولايات المتحدة راح تسمح لك التعامل للصين؟ تسمح لك تعامل اقتصاد آخر؟ عن تحرير الإرادة الوطنية أنت تتحدث أخي، يعني بالضرورة يعني هذا النظام العميل التابع الذليل بإمكانه ما عنده إرادة أن يبني ويأسس دولة بعد يعني عيد هذا الكلام بعد سنتين بعد ثلاثة. ومن يروح يجيب من يروح يتفاهم ويا الصين غير هم غير هو النظام السياسي؟ شنو يمنع حبيبي أنت، هو شنو اللي يمنع الكاظمي الآن؟ هسا أنا أريد أسأل، شنو اللي يمنع الكاظمي أن يروح يعقد شراكة مع الصين؟ دولة تقول الكاظمي غير مؤهل وهو صحفي مغمور وصار رئيس وزراء، شلون يتفاهم يا أستاذ أبو؟ إذن أنت تحتاج إلى شخص في رئاسة الوزراء يصدى يضع مصلحة المواطن العراقي. أمريكا عليها أن والأحزاب السياسية اللي جاي تطعن بها أستاذ فراس من بداية الحلقة اليوم، تسمح لك بأن يجي رئيس وزراء بمواصفات يدق طابوق للبلد؟ انا عفوا انا ما معترض على كلامك، انا دا ادفعك بانه تنزل للاسفل اكثر في سبيل تضع حلول المشكله. اذا احنا عندنا تجربه الشرق الاوسط وما حصل في ليبيا وسوريا واليمن، هنالك تجربه اعلن عنها استراتيجيه للامن القومي الامريكي يسموها الفوضى الخلاقه. الان بعد ان حدث الدمار بالشرق الاوسط، الان جنوب العراق حقيقه خلينا نتكلم بصراحه بصدق، هم فارزين جنوب العراق على انه يمثل عمق ايراني، وبالتالي افشال التجربه في جنوب العراق افشال لايران، لذلك المناطق الغربيه الرمادي تعمر وكردستان تعمر وما عندهم ازمات. الان يراد بالمرحله القادمه اسقاط هاي الطبقه السياسيه عبر نخب تاتي بالقطار الامريكي مره اخرى. يعني انت شوف الضحك علينا، هذا القطار الامريكي يحمل ويجيب يفرغ علينا، تعرف شلون؟ فالان يراد فعلا ماكو تفسير اخر منطقي، ماكو تفسير اخر. اتفاقيه صينيه تتعهد ببناء البنى التحتيه للعراق من قطارات من مدارس من كذا تفشل. امريكا ما عندها قدره تدق طابوقها بالعراق 18 سنه. اذا احنا جربنا النظام السياسي، جربنا ايضا الشراكه مع امريكا، دول عربيه تحاول الان ان تستثمر هذا الوضع القائم وتستثمر هؤلاء الشخصيات اللي ما عندهم اي شخصيه وطنيه. والان انت هاي الاتفاقيه شنو عندنا احنا ويا مصر؟ شنو حقيقه احنا علاقتنا مصر؟ انا حقيقه هذا كلام مهم ابو فراس. خلينا نكمل هاي، بس هاي المداخله. علاقه مصر بالامارات والسعوديه يا دكتور زيد علاقه قويه ومتطوره جدا. ليش ما يمدون ينبوب نفط عبر البحر الاحمر ومسافه قريبه بيناتهم ويمولون مقابل شركات مصريه تجيب؟ انت شفت شركه مصريه بنت عماره بدبي؟ هذه المسائل ما لها علاقه بالمجامله. انت لما تريد تشتري تلفزيون خلينا نسولف بالموضوع نعم. من بعد اقتصادي قبل ما ارجع للاستاذ محمد العقيلي، فقط راي اقتصادي استاذ الدكتور خالد الشمري بخصوص الربط الاقتصادي مع الاردن او مصر، وبخصوص قضية أن الولايات المتحدة لم تسمح لسيمنز بالعمل في العراق وبالتالي هي المسؤولة عن أزمة العراق اقتصادياً. أحكيها باختصار اقتصادياً. أولاً دائماً العلاقات المشتركة هي بحث عن المكاسب المشتركة، وليس أن تكسب دولة على حساب دولة. أنا المكاسب اللي ممكن أن يستفاد من العراق أنه أنا هل أستطيع مثلاً دراسة جدوى الاقتصادية لخط الأنابيب، وأنا عملت للدراسة من عام 1986، عملت دراسة خط الأنابيب العراقي الأردني اللي يروح للعقبة وإلى الزرقاء من بيجي والآن أصبح من البصرة، هل ممكن أن يكون ذا جدوى اقتصادية لو لا؟ ندرس، إحنا علينا أن ندرس ما هي المكاسب اللي ممكن أن يستفاد من المجتمع العراقي مع الدول الأخرى، وكذلك مع مصر. يا أخي إحنا ممكن أن نصدر إلى مصر الكبريت والفوسفات والنفط والغاز إذا كان عندنا. الأخ اللي ذكر قال ما عندنا غاز، العراق عنده بوتنشيال، عنده إمكانية كبيرة جدا. لا هو لم يستثمر الغاز عفوا، لا هذا من الطبيعي العراق عنده غاز دكتور حبيبي. احنا نتحدث انه الدولة يعني ما عندها امكانيات تستثمره.
ما متاح حاليا لاستخدام الطاقه. سيد الفاضل عفوا اذا تسمح لي، لدينا القدره كان ان لدينا الاستثمارات الكافيه ان نستثمر الغاز ونستثمر المنتجات النفطيه. يعني احنا الان نستورد منتجات نفطيه، احنا الى 2003 لم نستورد منتجات نفطيه. فاذا القضيه هي قضيه امكانيات متوازيه ما بين الدول تفيد واستفيد. يعني كان عندنا الجسر العربي للملاحه من 1990 بالمناسبه، الان حتى في عندنا مشاريع زراعيه، مشروع الدجيل هو عراقي اردني والاردن مساهمه بمشروع الدجيل، ومشروع الدجيل دكتور متروك. بس ارجع للفكره، هل الاردن مؤهله بان نربط معها اقتصاديا؟ بالتاكيد، يعني هي عفوا هي مؤهلة بالتأكيد لربط اقتصادي للعراق. العراق استفاد، يستطيع أن يفتح أبواب كبيرة إلى أفريقيا. يعني عندنا القدرة أن كيف نستفاد من هذا الربط مع مصر، مع السعودية، مع الأردن، مع دول أخرى. هو سيد الفاضل علينا أن ندرس دائما الجدوى الاقتصادية لأي اتفاقات لأي مشاريع، ما هو الاستفادة من عندنا. هنالك كثير دكتور من المشاريع اللي دكتور بعمل لك مشروع بسيط جدا بحق الرد رجاء. لا ارجع لك طبعا عندنا وقت يرجع لك، نرجع لك استاذ الان حبيبي. سيد استاذ دكتور زيد عفوا، الان بالنسبه انه يعني يفرض في تعاون بين القطاع المصرفي، القطاع المصرفي العراقي متخلف جدا ممكن مع القطاع المصرفي صناعات الادويه العراقيه والاردنيه، في كثير ممكن أن نصدر إلى الأردن الفوسفات والبوتاس والمنتجات النفطية. بالمناسبة المنتجات النفطية نصدرها للأردن ليس دفاعا أنا، لأنه قد الأخ يعتبرني أنه قاعد بالأردن، لا، ما يعطى إلى الأردن هو فقط تكاليف النقل البري تخصم تضاف إلى هذا وتعطى، وهو سعر عالمي يعطى إلى الأردن وليس هنالك. أنا فقط أريد أعقب على فكرة يعني وأسمع رأي أستاذ محمد لاجيلي عليها فيما يتعلق ب أستاذ محمد، هذا النشاط الأمني الإرهابي المحموم على خطوط نقل الكهرباء الآن، البعض يعني قرأت مجموعة من الآراء التي تؤكد بأن استهداف أبراج الطاقة في العراق ونقل الطاقة أتى بعد نية ربط الطاقة أو ربط الكهربائي مع الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والخليج بصورة عامة. هل تعتقد بوجود علاقة فيما بينهم؟ يعني هو موش وليدة اللحظة استهداف أبراج الطاقة، كل يعني الأوقات وكل الأزمنة تستهدف، لكن تؤثر أكثر هذه الاستهدافات لأبراج الطاقة في موسم الذروة للاحتياج، في موسم قلة الإنتاج للطاقة الكهربائية هو هذه الأشهر، أشهر الصيف. لكن من الممكن أن تكون هناك تدابير يعني للحكومة أن تستعد استعدادا، الجهات المنوط بها حماية أبراج الطاقة هذه عليها مسؤولية كبرى، لديها يفترض أن تكون خطة، ليس فقط لا توجد خطة ل يعني إعادة ترميم وإعادة تأهيل وإعادة إنتاج يعني الطاقة الكهربائية من القطاع الكهربائي والنقل والتوزيع، لكن لا توجد خطة لباقي المؤسسات التنفيذية التي هي من مسؤوليتها حماية أبراج الطاقة. أين كانت هذه؟ لماذا لم تصنع بدائل كالطائرات المسيرة؟ فقط هذه فيها كاميرات استشعارات يعني تراقب ليس فقط أبراج الطاقة وإنما حتى خطوط النقل للبترول للطاقة المنتشرة طوليا بالخارطة العراقية. يفترض أن تكون هناك بدائل للحماية، بدائل للمراقبة، هذه لم نجدها عند الجهات الرقابية. لماذا تقصير وقصور في ذات الوقت لكن ترتبط ارتباطا وثيقا بالاتفاق الأخير مع الدول العربية؟ أنا لا أعتقد. هذا جانب. جانب آخر، أنا عندي رأي في قضية يعني الاتفاق الأخير بالقمة العربية الثلاثية. العراق يحتاج مع أي دولة من الدول اتفاق، وأنا لست ضد أي اتفاق سواء كانت دولة قريبة أو بعيدة، سواء كانت دولة كبيرة أم صغيرة. بالتالي لدى العراق مصالح، لكن المصلحة العراقية، المصلحة المشتركة مع هذه الدول، هل حددت قبل القمة؟ هل تم جدولة المصالح العراقية المتبادلة مع الأردن، مع مصر، مع باقي الدول؟ أمر آخر، لدينا ميزان تجاري مع تركيا، لدينا ميزان تجاري مع إيران، مع السعودية. هل يعني هذه الموازين الثلاث أو الأربع مع دول الجوار، هل تم تقسيمها بطريقة تقديم المصلحة حتى لا تبتز
الدولة العراقية من قبل تركيا أو من قبل إيران، لأن الميزان التجاري هو دائما باتجاه هذه الدول. هل فسحت المجال أمام الدولة العراقية والحكومة العراقية منفذ عربي حتى لا يكون العراق تحت مرمى يعني الضغط الإيراني والضغط التركي والضغط السعودي؟ على العراق أن يستثمر هذه النافذة، وأنا أعتقد الحكومة العراقية جادة، لكن هذا الضغط السياسي، هذا التدافع السياسي، هذا يعني الإزدواجية بالمعايير لبعض الكتل والبعض الجهات السياسية هي تجعل الحكومة مقيدة حتى حيال يعني أي اتفاق سواء كان حكومة مصطفى الكاظمي في ظل هذه الأزمة ومحاولات. يعني الحديث دائما يبدأ بأن هذه أزمة الطاقة تركة ثقيلة من الحكومات السابقة، يعني مصطفى الكاظمي لحد الآن موفق بالتعامل معها برأيك؟ أنا أعتقد، شوف هسه مثلا أستاذ أبو فراس يقول خلنا نروح باتجاه الصين، أنا أتفق، ورأي آخر يقول نروح باتجاه أمريكا، ورأي آخر يقول نروح باتجاه الدول حلف الناتو أو تركيا، أنا أتفق مع جميع الآراء. إذا كان طريق الصين عليه فيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وصعب يعني المضي بهذا الطريق، السيد مصطفى الكاظمي دا يجعل بدائل لهذا الطريق، يعني راح للسعودية وراح للدول العربية وراح للبروكسيل للناتو، هذه بدائل. نعم قد تكون يعني ليس بموازات الذهاب باتجاه الصين، لكن هي بدائل، أي حراك حكومي. هذا الحراك الحكومي يفترض للكتل السياسية أن تساند السيد مصطفى الكاظمي، يعني بمجرد حساب إذا العراق ما عنده قدرة الذهاب باتجاه الصين، وسبق وأن ذهب باتجاه الصين وحدث ما حدث، والكل يعني لديها حسابات معينة، التظاهرات وتغيير حكومة سيد عادل عبد المهدي هو نتيجة الذهاب إلى الصين. طيب العراق ما يقدر يعني يكون ضد التيارات، إذا تيار ضدك موجة ضدك يفترض أن توطي قليلا إلى أن تمر هذه الموجة، فبالتالي هذا من باب التكتيك، هذا من باب تدبير الحال. إحنا ما عندنا ظروف وردية ولا عندنا الأمور معبدة بالطريقة الذي نريده. العراق في وسط منخفض سياسي في المنطقة بل بالعالم كله، هو والعراق يختلف أستاذ محمد حتى عن باقي دول الجوار. مصطفى الكاظمي على سبيل المثال شوف شوف دكتور زين، أنا ما أريد أغادر هاي النقطة، شوف دكتور زيد أريد أعطي هاي النقطة. شوف العراقي يختلف لكن يبقى العراقي مميز، يبقى العراق مميز. العراق من الدول المجاورة إلى بلاد الشام، بلاد الشام بيناتهم فد روابط تختلف عن الروابط مع العراق، يعني سوريا الأردن لبنان تختلف عن روابطهم العراق. من جوار الآخرين دول الخليج، عندهم مجلس تعاون الخليج، العراق مو عضو به ولا العراق عضو مع دول بلاد الشام. العراق يعني بجنبه دولة إيران اللي لغتها فارسية، القومية فارسية، الأتراك ما مرتبطين بالعراق. رغم هذا العراقي والعراق هو مميز. طيب هذه الضغوطات الموجودة على العراق، يعني يتوقع منه يقول له نروح للصين، اوكي انا من داعين نروح للصين، هو هذا السؤال، لكن خلينا نحسبها، احنا ليش قدر احصرف الى ان اروح للصين؟ ايش قدر ادفع الثمن وضريبه الذهاب للصين؟ الولايات المتحده او نروح الدول الخليج او نروح لمصر او نروح لايران او نروح الاردن، لازم اكو دوله. لماذا لا نتحدث عن مساله الاكتفاء الذاتي؟ احسنت، وهذا مرتبط ارتباط وثيق بملف الطاقه. كيف انت تطلب اكتفاء ذاتي بالجانب الاقتصادي او جانب الصناعي وعندك نقص بالطاقة الكهربائية؟ كيف تريد تكون اقتصادك مكتفيا من الزراعة وعندك يعني اليوم الزراعة عصبها الرئيس هو القطاع الكهربائي، سواء كان في يعني الصناعات التحويلية الغذائية الزراعية، سواء كان في المكننة او الري بالرش او التنقيط او باقي هاي كل او المخازن المبردة، هذه كلها تحتاج الى طاقة كهربائية. بلد مستقر، كيف هذه الدول تريدك انت الميزان التجاري يتعدل معك كعراق وتركك انت مع الطاقة الكهربائية؟ ابدا. المستقبل القادم المتوقع لكل الكرة الارضية هو يعتمد على ركيزتين، الطاقة ككهرباء وبترول وخطوط النقل. خطوط النقل حرموا العراق حتى من خط من 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 الحزام والطريق، هذا يعني الطريق الحرير، منعوا العراق من استثمار الإطلالة البحرية على الخليج من خلال ميناء الفاو، القناة الجافة، هذه كلها توازي ملف الكهرباء. إذن العراق اليوم هو مو عنده بحبوحة حتى يتحرك بها،
هذا أنا أضف للنقطة الأولى اللي قلت لي، هذا كلام مكرر، هو الجانب السياسي اللي يتقسم قسمين، عندنا مشكلة وطنية سياسية وعندنا مشكلة إقليمية مع دول الجوار بل تمتد دوليا، مثل ما أنت حضرتك ويا سالف فراس يعني شخصته، الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال وألمانيا. فبالتالي العراق يفترض أن يحمي جيب المواطن العراقي. شلون؟ أنا أتفق تماما بأن الإنفاق من قبل المواطن هو يوازي الإنفاق الحكومي على قطاع الكهرباء، لأن المواطن ده يشتري كهرباء من المولدات الأهلية. هذه فرصة للحكومة العراقية وفرصة لوزارة الكهرباء، بما أنه يوجد بديل يعني معين هو المولدات الأهلية، عليه أن يبني خطوط إنتاجية للطاقة الكهربائية. عد أكو في دول ما يخالف سيمنز عليها فيتو من الولايات المتحدة الأمريكية، أوازن أجيب من جنرال هذا كله من سيمنز. موانع هذا الموضوع أستاذ محمد مثل ما ذكر أبو فراس، هي قضية إدارية، قضية فنية، تحتاج إلى يعني إرادة سياسية تعضد مثل هذه التوجهات. لكن أنا حقيقة أريد يعني أسمع إرادة وإدارة وقيادة. نعم. تحتاج ملف الكهرباء إلى ثلاثية حقيقية بدون تفاصيل السازين. أي. إرادة وإدارة وقيادة إلى ملف الكهرباء وباقي الملفات التي فيها تلكؤ. واضح. يعني شنو قيمة التورباين اللي من الممكن يكون عملاق اللي ينتج لي نصف جيجاوات؟ كل محطة كهربائية 4 وحدات تنتج لي 2 جيجاوات يغطي محافظتين أو يغطي محافظة ونص. هذا من الممكن أن يكون تخطيط استراتيجي. هذا التخطيط ما موجود أستاذ محمد. هذه الثلاثية تحتاج إلى واقع سياسي يختلف تماما عن الواقع القائم، يعني حتى نقولها بصراحة ونجيها من الأخير. هذا الثلاثية القيادة والإدارة، يعني يفترض ماكو استسلام. نعم أكو موانع، أكو ضوابط، أكو تحديات، صدقا تحتاج إلى واقع سياسي جديد. أبو فراس الحمداني، طبعا أعطيك حق التعقيب على كلام الدكتور خالد الشمري، وأسألك عن فرص أن يكتف العراق ذاتيا أمام كل هذه الحواكم الاقتصادية ذكرها أستاذ محمد، والموانع الاقتصادية اللي ذكرها الدكتور خالد، والمحددات الفنية والإدارية ذكرتها جنابك أستاذ أبو فراس. يعني أنا أولا أشير إلى نقطة مهمة، يعني أتفق ويا بعض ما أشار أستاذ محمد واختلف كثيرا مع البعض الآخر، أنه هو يسوي العراق بلد ضعيف ومهان ويفتقر للسيادة. ربما هذا صحيح، ولكن انت عندك مقومات قوه، عندك منافسين دوليين تقدر تلعب عليهم، عندك الاتحاد الاوروبي الان يختلف عن امريكا بشكل جذري، وبالتالي تقدر تتحرك على الاتحاد الاوروبي وتقدر تقوي علاقتك به وتدخل شركات. ما معقوله امريكا تبقى مهيمنه على الوضع العراقي وحاطه فيتو، لا هي تبني ولا تجي جنرال موتور تحل مشكله الكهرباء، ولا تربطنا ويا حلفائها بالخليج وتحل مشكله الكهرباء، ولا تخلي واحد يجي يساعدنا. فد مصيبه، مع العلم بنفس الوقت امريكا تتقاسم النفوذ مع ايران بشكل او باخر في عملية يعني جعل الساحة العراقية بين الطرفين، وهسه هذا موضوع طويل. أمريكا أيضا يا دكتور، يعني لازم نحكي دكتور زيد، أمريكا كرست الانقسام العراقي وفرقت بين مصالح العراقية، لذلك هي الآن تقيم علاقات قوية جدا مع المنطقة الغربية، تقيم علاقات ود ومحبة مع كردستان. أقول لك أستاذ أبو فراس، ترى كردستان ما بيها كهرباء، والمنطقة الغربية ما بيها كهرباء. لا لا لا، إحنا نحكي وتنقطع عليهم حالهم حال لا. بغداد وحالهم حال بقية المحافظات. لا لا، هذا مبالغ. شنو لا لا؟ أرجع للتقارير يا أستاذ أبو فراس، أرجع للتقارير، أرجع للتقارير. والله العظيم قطوعات المنطقة الغربية حالة حال بغداد وحالة حال البصرة والناصرية والموصل حالة حال بقية المدن وصلاح الدين. كل العراق ما بكهرباء. أنا ما جاي أتحدث. ليش جاي؟ بس هاي المنطقة الغربية ليش بيطلعون تظاهرات على الطاقة الكهربائية؟ لأن صارت بيهم خوفة. الموصل صارت بيهم خوفة من التظاهرات. ولا إذا يطلعون على الكهرباء يطلعون مثل الوسط والجنوب. دكتور أنا ما حمل لا المواطن ولا. فعلًا القطوعات على كل المحافظات العراقية. والله كلها تبكي. ادخل على السوشيال ميديا وشوف. دكتور حبيبي خليني احكي، رجاء عبر عن وجهة. يلا يلا. امريكا كرست الانقسام العراقي ولديها علاقات قويه ومتينه ومتطوره وقواعد امريكيه في اربيل لا يعترض عليها لا العشائر ولا البيشمركه ولا القياده السياسيه، ولا في حين انه بغداد ترفض وجود امريكا. المناطق الغربيه فيها قواعد امريكيه لا اعترض عليها شيخ عشيره ولا مثقف ولا كاتب ولا اعلامي ولا، وهم اهلنا وناسنا ربما يجدوا مصالحهم يستخون بامريكا على ايران. هاي حقيقة، احنا نريد نغيرها الحقيقة. يعني يا ابو فراس، هسه وجود القواعد الامريكية في المنطقة الغربية، هذه 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 الامريكان يعني هم اهل الغربية جابوهم وقعدوهم، لا لو هي هاي مناطق استراتيجية بالتنسيق ويا الحكومة العراقية.
يا حبيبي اترك التنسيق ويا الحكومة العراقية. مو الرابطة مالتك، الرابطة مالتك تخلي هاي المنطقة مشبوهة حبيبي. لو نسيت، لو نسيت ال... يا حبيبي نسيت التاريخ شو يقول دكتور زيد؟ هذا الكلام مو صحيح. انا اقول امريكا، انتبه لكلماتي، امريكا كرست الانقسام العراقي. جيد، هذه ما حد يختلف، هذه ما حد يختلف بها وياك. زين احنا شنو ذنب نحسبون على ايران؟ زين ليش يحاربون اي مشروع بالجنوب؟ زين ليش بيخلون اي شركه سيمنز الطب تتحصل على الجنوب؟ احنا شنو دخلنا؟ هي تحسب انه الاحزاب الحاكمه بالجنوب محسوبه على ايران، وبالتالي افشالها وافشال مشروع ايران بالمنطقه. هاي سياسه معلنه، هذا مو موضوعنا. احنا بدنا نتحدث عن الموضوع، نتحدث عن الاشكاليات اللي تعيق قيام دوله عراقيه تتصدى للملفات المهمه في الكهرباء والصحه والتعليم والامن. هذه تحديات كبيره. العراق مو دوله ضعيفه، العراق موقع استراتيجي مهم، العراق بيضة القبان. يعني العراق إذا انضم لمشروع إيران أو محور إيران راح يقلب الأمور بالمنطقة. أخي هو اليمن ولبنان وهاي لاعبين طوبة. زين أنت لا تقول العراق تستقرب، العراق إذا انضم للمحور الأمريكي إيران وروسيا والصين مشروعهم كله راح يفشل بالخليج. هم يبحثون عن موطأ أمل. إحنا ما نتحدث، الملفات شائكة ومتداخلة وكبيرة، لذلك العراق عليه أن يبحث عن مصادر قوته. من اللي يبحث؟ رجال دولة، مو رجال احزاب، رجل دوله يضع مصلحه الدوله وبناء الدوله امام عينه. هذا محمد بن سلمان طالع، شوف شلون طلعه. صح ما نريد نمدح، بس هاي حقيقه. الان عنده استثمارات مع الصين ب 28 مليار، اللغه الصينيه تدرس بالمدارس السعوديه. الان عنده استشراف بالمستقبل انه امريكا راح يتراجع دوره والصين قائمه، لذلك الامارات تسعى لاقامه قاعده عسكريه صينيه في الامارات وتابع الاعلام الامريكي. الان الدول، الرجالات الدول يبحثون بالمستقبل عن شريك. هذه معلومه تحتاج الى تدقيق، ان الصين سوف تقيم قاعده عسكريه. انا يعني عفوا، لا لا انا ما جاي اكذبك استاذ ابو فراس حتى لا تفهمني غلط، لكن احتاج الى دليل. انا يخصني انا كباحث، يعني مو كاعلامي جاي ادور وراك، لكن انا بالنسبه لي هاي المعلومه مهمه. هسه اتركها، اتركها، تقدر تروح تباوع سيارتك. شلون اتركها؟ يعني تريد تقول لي بالبرنامج يا ابو فراس انه الصين تريد تسوي قاعده عسكريه بالامارات واعوفها، شلون يصير؟ غير عفوا، انا احتاج اعلام قطر، تابع اعلام قطر، ما ادري اسمي قنوات، تابعه انت، تابعه شخصيا من يخلص البرنامج وكل المشاهدين يعملون سيرش يكتبوني الامارات بس تريد ان تقطع. بس دليني على موقع الان لو امكن حتى ارجع له بسرعه. لا لا لا، انا ما اسوي دعايه لا الفضائيات ولا انا اقول معلومه. مو ذكرت محمد بن سلمان مرتين، بقت على هاي يا استاذ ابو فهد. محمد بن سلمان 28 مليار مرتين ذهب للصين واقام علاقات، ومشروع النيون مشروع يعني صيني، ويدعى للالتحاق بطريق الحرير. اخي شنو الحكي؟ اكو شركه امريكيه موجوده بالنيون؟ احنا هذا مو موضوعنا. نرجع للموضوع، الموضوع غياب استراتيجيه، غياب الرؤيه. الاستاذ من الاردن تحدث عن انهم تبادل المصالح. اخي اي مصالح؟ الله يخليك، مشروع الان بداوا الاردنيين يحشون على 12 مليار بدايه المشروع، طور صار 18 مليار، الان 24 مليار يراد للعراق ان يقترض من البنوك الدوليه، من صندوق النقد الدولي بدعم امريكي لتمويل هذا المشروع. شنو الرؤيه الاقتصاديه؟ 24 مليار يا رجل، الانبوب 1700 كيلو متر شلون ندافع عنه؟ مو بهذه الطريقه. المليون برميل ياخذون عليه ترانزيت. اسمعني دكتور زيد، منشآت التكرير ومنشآت الخزن وميناء، مو ميناء العقبه، ميناء جديد يبني العراق من امواله، 20 سنه يصير ملك للاردن. هذا كله من اموال. هذا الكلام مهم دكتور خالد، صحيح هذا الكلام؟ نعم. لا لا سيد عزيز، لا نعم. خلي عقل ابو فراس، دقيقه ابو فراس، دقيقه سيد ابو فراس، سيد الفاضل، الله يطول بس دقيقه سيد العزيز، توصل لك الفرصه. استاذنك ابو فراس، قاطعتني مرتين ثلاثه والان ابو فراس تكلم. انت شنو المشكله اذا قبلتها بدقيقتين؟ ثواني دقيقه واحده بعد اذن دكتور زيد وبعد اذنك دقيقه واحده. احنا نتحدث عن شراكه. اخي العراق غير مهيئ لشراكه عزيزي. العراق اي بنى تحتيه ما عنده، اي مصارف ما عنده، اي قطاع خاص ما عنده. تقول روح، خلي روح العراق يروح للصين. مره اعترضت عليه ترجع من عقيل يقول العراق ضعيف، ومره تقول كل شباب يا ابو فراس سالك على برياب وفراس. دكتور زيد فراس، احنا ما نقول العراق ضعيف، العراق عنده موارد وعنده امكانيات، لكن سوء الاداره البيئيه. هذا الكلام منطقي تقارن الصين بالاردن ولا الصين زين بمصر؟ قل بس اسمع اسمع رايي، اسمع رايي دكتور. ماكو مقارنه، ما قارنا، لا لا ابدا. خل اسمع رايي دكتور خالد. ابو فراس استبداله مع الصين بالاردن ومصر. ابو فراس لما تقول بان العراق غير مؤهل للشراكه، ابدا ماكو مقارنه. شلون تروح تدفع نحو الصين اذا هو غير مؤهل للشراكه؟ خل اسمع رايي دكتور خالد. دكتور خالد حبيبي، اكو شراكه واكو شركات عملاقه تجي تبني العراق تخليه يرتفع يصير مثل هم شراكه. هسه هم شراكه لما تجي شركات تشتغل، هاي مو شراكه، ماكو عقود، ماكو ضمانات. دكتور يا ابو فراس، هسه انتم اعترفتوا على 100 ألف برميل للصين تبني لنا
سووا مدارس واعتراض من اعتراض من اعتراض من اعتراض دقيقه من اعتراض خلنا نحكي الاعلام قالوا صرف اعتراض والان مليون برميل دكتور زيد الان مليون برميل لا لا هذا 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 الكلام ما رمي تهم جزافا ما مقبوله مع احترامي وجهه نظرك بس والله تقول انت وما انت لا يعني حتى لا يصل لا الموضوع الله. شخصي الله يخليك خل اسمع خل اسمع واضح واضح دكتور ما اعترض على على الاتفاق مع الصين مليون برميل ساكتين عليها وجاي تمرر بطريقه تقصد الاعلام انا جيد ابو الدكتور خالد سيد العزيز اولا يعني صار النقاش كثير تداخلات بي والاستاذ يريد ياخذ الدور اخذ الدور سيد العزيز بس انت ارجو ان تكون معلوماتك دقيقه اولا انا دافع بس عن العنابي استاذ لا دافع عن سيد ولا سيد فاضل انا دافع عن دوله حبيبي سيد العزيز اسمح لي اتكلم اذا اتكلم حتى دقيقه ابو فراس سيد العزيز طبعا. سيد العزيز اولا بالنسبه لخط الانابيب راح اقول لك طريقه خط الانابيب انا عملت له دراسه عام 1986 كان يكلف 1200 مليون دولار عملت مو انا كخالد وانما انا كنت موظف في بنك دولي معروف وكنت به واخذت دراسه الفيزيبيليتي ستدي له وكانت شركه امريكيه تقوم به اوكسيدنتال الآن أنا أيضاً عملت له في الميلينيوم في عمان عملت الندوة الكاملة إله الخط كان يكلف بحدود 12 مليار دولار هذا الخط من البصرة خطين غاز ونفط العراق يتحمل العراق إلى الحدود العراقية بعدها وأيضاً العراق ممكن أن يعمل بي أو تي بينما من الحدود الأردنية إلى الزرقاء وإلى العقبة بي أو تي ليس له علاقة بالعراق ولا يتحمل العراق أي شيء هذا هو الخط بالنسبة إلى تكاليفه وعملية إنشاء الآن نبدي نعمل هل هذا في جدوى اقتصادية للعراق هل يمكن أن يكون الـ IRR Internal Rate of Return بالنسبة إلى عملناها ممكن أن تكون بفائدة إلى العراق خلال فترة زمنية قصيرة وكذلك إلى الأردن وإلى المنطقة وتشغيل الأيدي العاملة والشركات ويصدر إلى أفريقيا هذا هو المشروع أنا لا أنظر إلى أي مشروع لن يكون له فوائد إلى العراق أنا لما ذكرت مع الأردن ومع مصر العراق في إمكانية كبيرة وأنا ذكرت الإمكانيات الكبيرة بدل أن نستورد الآن من تركيا وإيران 16 مليار دولار منتجاتنا لدينا الإمكانية أن ننتجها في العراق ونشغل حسن. أيدي عاملة ونقلل البطالة حسن. ونعمل دورة دخل داخلية ونصدر استورد مصر تستورد بحدود 7 مليون طن حبوب العراق عنده إمكانية العراق عفوا أنا فقط المنتجات الغذائية الله يطول عمرك خلي يكون دقيق الله يطول عمرك بالنسبة إلى لا أنا أقول الكل الأفضل. بالنسبة إلى مصر تستورد حوالي 8 مليون طن قمح العراق عنده إمكانية أن ينتج 15 مليون طن قمح العراق يستطيع أن ينتج كثير من المنتجات يصدرها معذرة المقاطعة لأنه دي يفوت للوقت هذا يرجعنا إلى أن يعني ويا يفوتك الوقت الأخوان أخذوا كل وقت مفاتك نعم أصل المشكلة معذرة دكتور زيد متهم بكل الأطراف شو سوي لأبو فراس أصل المشكلة هي مشكلة سياسية أكثر من كونها اقتصاد سياسية إدارية أكثر من كونها يعني اقتصادية لا لا سيد العزيز لا 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 سيد العزيز خلينا نأخذ القضية السياسية ذكر بالنسبة لأمريكا أنا أقول لك الآن خلي العراق الآن يعلن عن محطات كهرباء بقروض تسدد خلال إنشاء المحطات إلى فترة 8 سنوات وينشئها بدراسة جدوى اقتصادية ويرعي دول العالم من الصين ومن أمريكا ومن أوروبا وخلي يسويها الآن وأنا أقول لك شوف راح تيجي شركات أمريكية وعالمية دون أي ضغوط عالمية ولا تكون هنالك أزمة والله أمريكا طيب. تدخل أو غيرها تدخل دكتور أزمة الكهرباء في العراق أزمة الكهرباء في العراق دقيقة واحدة يا أستاذ أحمد أزمة الكهرباء في العراق أزمة معقدة للغاية لا تقوى الحكومة الحالية ولا التي بعدها على حلها هذا أيضا الرأي موجود هذا صحيح أم مبالغ فيه في دقيقة واحدة بعد إذنك لا لا جدا مبالغ به الحكومة العراقية الحالية تستطيع حل جزء من ملف الطاقة المعقد بل تستطيع تأسيس إلى قاعدة جديدة للبناء العمودي والأفقي في قطاع الكهرباء مثلا دولة رئيس الوزراء سيد الكاظمي من خلال الخلية الأزمة أقال بعض المدراء العامين لكن من هو البديل؟ يفترض نؤسس إلى حالة جديدة للبديل الذي
تم إقالته. هذا النقطة أساسية. النقطة الثانية، هذه الخلية من الممكن أن تشرف عن خطة آنية وخطة مستقبلية، وهذه الخطة تشترك بها يعني الشخصيات المتمكنة، الخبرات المتمكنة التي تضع يدها على المشكلة الحقيقية ولديها رؤية مستقبلية لقطاع الطاقة. من الممكن للجانب المتحزب في وزارة الكهرباء أن يعيق هذه الخطط، لكن من الممكن التفكير خارج الصندوق، خارج إطار يعني قطاع الكهرباء، قطاع وزارة الكهرباء، ومن ثم تفرض هذه الخطط على وزارة الكهرباء لأنها يعني مؤسسة عقمت من الحلول لقطاع نعم وفق الضغوط السياسية، وفق الفساد، وفق المحاصصة، وفق التقصير، وفق يعني القصور، وفق الهدر الموجود، لكن من الممكن يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه. جيد. ثانيا يحتاج إلى خطة ترشيد. يعني أنا كنت في توك قبل فترة، جميع يعني الشوارع لتوك بالليل الإنارة صفر. ليش؟ لأنه وفروا إنارة الشوارع إلى البيوت خصوصا في هذه الشهرين، شهر السابع شهر الثامن. جيد. في الذروة قلة الإنتاج وزيادة الحر للناس. من الممكن أن تكون هناك خطط ترشيدية. التوزيع من الممكن جميع المتجاوزين من المعامل والمصانع اللي يشاركون قوت المواطن من الكهرباء، من الممكن أن يتعرضون إلى المساءلة ومن ثم إلى العقوبة، لأن هذه القطاع الكهرباء مخصص إلى الأهالي وليس مخصص إلى بعض القطاعات الصناعية الأهلية. من الممكن أن هذا القطاع الخاص أن يذهب باتجاه المولدات الخاصة، من الممكن أن يشتري الطاقة الكهربائية بأموال غير الأموال اللي المواطن العراقي يدفعها للأهلية والأهلية تبتز المواطن. في حلول، في قاعدة تأسيس من الممكن أن يؤسس لها السيد مصطفى الكاظمي إلى القادم. محمد العقيلي والأستاذ خالد شمري وأبو فراس الحمداني، شكرا جزيلا لكم، كنتم ضيوفا في هذه الحلقة. نلتقي غدا مشاهدينا الكرام بإذن الله. سلام عليكم. على ابو شربة الماي وهذا حاله عاله النازحين، كل المظلومين عندكم اجيبهم بيدي. من اقصى العراق الى اقصى. سيدات وسادة، اعضاء مجلس النواب، رئيس لجمهورية العراق، زيادة كانت مستمرة لانه حافظ على استقلال العراق وسيادته.